بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك التأكيد على موقف الحكومة الشرعية والتزامها بدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم دون تجزئة، ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ضرورة مراقبة الخروقات التي تمارسها الميليشيا الحوثية في محاولة واضحة وصريحة منها لإعاقة وإفشال ما تم الاتفاق عليه في السويد. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن اللجنة الحكومية المختصة بشأن متابعة اتفاقات ستوكهولم والتي يرأسها محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر. ووجه رئيس الوزراء بسرعة البت في تنفيذ ما تبقى من إجراءات لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن صرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة بكافة مديرياتها ومكاتبها، كما شدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى النازحين والمتضررين من الحرب. قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي نفذت مساء السبت عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات الطائرات بدون طيار في 7 مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقة بالعاصمة صنعاء. وأوضح أن عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة شملت رصد ومراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية وتحركات عناصرها الإرهابية بهذه الشبكة. وأكد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت أماكن تخزين الطائرات بدون طيار وورش التصنيع وقطع الغيار وورش التركيب والتفخيخ وأماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية. وأشار إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. توفي 5 خبراء أجانب في نزع الألغام بانفجار لغم في مبنى مشروع مركز الملك سلمان لنزع الألغام مسام في أطراف مدينة مأرب. وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع أثناء نقل مجموعة من الألغام تمهيدا لتفجيرها. وأشار إلى أن المبنى الذي وقع فيه الانفجار مخصص لتدريب خبراء محليين على نزع الألغام. سقط قتلى وجرحى حوثيون في قصف شنته قوات الجيش الوطني غربي مدينة تعز استهدف تعزيزات واجتماع للميليشيا الحوثية في إحدى المزارع وسط منطقة الربيعي في المدخل الغربي للمدينة. وفي مديرية مقبنة أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيا الحوثي باتجاه مواقع في منطقة قهبان وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر كبيرة. نظمت في العاصمة المؤقتة عدن وقفة احتجاجية نسائية أمام منزل وزير الداخلية للمطالبة بالكشف عن مصير المخفي قسرا الناشط والتربوي زكريا قاسم. وأكد سهام قاسم شقيقة المخفي قسرا أن مدير شرطة عدن شلال شايع أخبر أسرة المخفي زكريا بعد أيام من اختفائه أنه معتقل لديهم، إلا أنه لم يسمح لهم بلقائه وزيارته منذ اعتقاله. وأضافت في كلمة الأسرة في الوقفة: سألنا عنه في كل السجون التي نعرفها بعدن ولم نجد له أثرا ولا نعرف عن مصيره شيئا حتى اللحظة. وقالت في كلمتها إن الأخبار التي يجري تداولها منذ أيام تتحدث عن وفاة زكريا قاسم تحت التعذيب في السجن، وذلك أثر سلبيا بصورة كبيرة على والدته وأسرته، وأنها ضاعفت من معاناته وآلامهم لا سيما مع استمرار صمت الجهات المعنية. نهاية الموجز، في أمان الله.